قص الشعر للفتيات الصغيرات هل هو جائز أو لا؟ قص الشعر إذا كان لحاجة مثل العلاج أو تخفيف الشعر الكثير من يشق على المرأة أو الطفلة قطعه لا بأس من أجل التخفيف والحمية، أما إذا كان من أجل التجمل والزينة فإن الجمال والزينة في بقائه وتركه لأنه من جمال المرأة، وما عرف هذا القص إلا من باب التشبه والعادات الواجدة إلينا، أنا من العادات الواجدة إلينا ومن باب التصوف، هذا هو الغالب، نعم، جزاكم الله خيرا.